طبيب او فحص او علاج او شيء. وانا يعني في امس الحاجه لكل انسان محترم انه يدور على ابني، يودي له اطباء، يودي له يعني يساعد معانا، يهتم في يعني يهتم في الفرج عنه، يهتم في طبه، يهتم في كل شيء يدخل الفرحه على قلبي. ابني مريض جدا وانا ما هي داخل الفرحه قلبي، ولا قادر يعني حتى الاكل حتى النوم، دائما ابني في قدامي، دائما في وجداني، دائما في قلبي، مش عارف كيف اوصف لك، حتى الكلام بيعجز عن الوصف الداخلي. انا قلبي بنزف حسره على ابني، وارجوكم رجاء يعني، وبناشد يعني اذا بتسمحوا لي في مناشده، يعني اناشد المجتمع الدولي، وناشد السلطه الفلسطينيه، وناشد كل انسان حر، وناشد جميع القيادات بالإفراج عن ولدي سريعا عاجلا بسرعة قبل ما يفوت الأوان، ويعطوه العلاج ويحكموه حتى يعني قبل فوات الأوان، لأن ابني عيان ومش قادر أحكي العيا تاعه والمرض اللي هو فيه، لأن ما بقدر لساني يستجوب مع هذا الاسم المرض الخطير. لكن أنا بقول أناشد جميع المحترمين وكل العالم، بهل فيكم وبرحب فيكم وبحب يعني انه العالم كله. يعني العائله، وانتم ذكرتم بانه ياسر لم ينقل من سجون الاحتلال لاي مستشفى، لحتى الان لا نقل الى مستشفى ولا اخذ حبه دواء ولا اخذ اي شيء يعني نطمئن على حياته وصحته. حتى مش عارف انا شو بدي يعني احكي، انا لازم أناشد أكبر من ما بحكي هلا، ولازم العالم كلها تقوم بالطلب لياسر بالدواء والشفاء والإفراج عنه بجاه نبينا محمد. وأنا زي ما تقول حتى بدي أوضح لك الصورة، يعني بدي أحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبنحييكم على هذا الاهتمام في هذا اليوم. شكرا يا خالتي، شكرا. إذن يعني مهند، واضح سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية أو ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نتحدث عن 700 أسير إسرائيلي، أو عفوا نعم، 700 أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض، بالإضافة إلى 30 أسيرا من بينهم يعانون من مرض السرطان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. نعم، شكرا لك جزيل الشكر رائد الشريف، مراسل الغد، كنت معنا من بيت لحم.